هل السلاح يباع في الأسواق أستاذ عبد الحميد؟ نعم نعم صحيح، بس على مستوى بسيط، وبعض لكن السلاح موجود سلاح الخفيف البعض. أنا لا مشكلة لدي كمواطن ليبي من وجود السلاح في يد الليبيين، لا مشكلة على الإطلاق، وكان كل ليبي يملك السلاح في السابق ولم يهدد الأمن، ولكن القذافي عمل على جمع الأسلحة، حتى سلاح الصيد غير مسموح به في وجود. أنا ما يعنيني هو الاستعمال، كيفية استعمال السلاح. السلاح إذا ما كان سلاحا شخصيا بسيطا للدفاع عن النفس أو عن العرض أو عن شر، هذا لا مشكلة في ذلك على الإطلاق، وكان يوجد لدينا قانون يجيز حيازة السلاح بضوابط معينة ينص عليها القانون. أما مسألة السلاح ومكافحة السلاح بهذا الشكل مش في ليبيا، هذه لن تكون مسؤولية ليبيا فقط، ولكن حتى مسؤولية دول الجوار، وهذا ما استدعى عقد اجتماع للوزراء المختصين المعنيين بالأمن في دول الجوار، وعقد في هذا الاجتماع في طرابلس للتداول في هذه المسألة حتى نمنع تسرب السلاح إلى ليبيا أو من ليبيا إلى دول الجوار، حتى لا يكون عامل لزعزعة الاستقرار في ليبيا. السلاح نعم انتشر، وتبين أن القذافي كان قد زرع الصحراء الليبية الكبرى بمخازن من الأسلحة، وهناك أسلحة بالرغم من التدخل وبالرغم من ضرب الكتائب القذافي ومراكز تجميع أسلحته، إلا أن هناك مستودعات لم تمس خلال الحرب، وهذه كلها ذخائر وأسلحة، ولكن الأسلحة الثقيلة كطائرات نحن الجيش الليبي كان يعاني. الآن دهمنا موعد الموجز الأخباري، سنعود بعد هذا الموجز. سؤال الساعة مع إبراهيم الغربي. أهلا بكم ومرحبا بكم من جديد في هذه الحلقة من سؤال الساعة. ليبيا بعد الثورة كيف هي الآن؟ وأين تمضي؟ الضيوف من داخل استوديو ميديا عبد الحفيظ غوغا الحقوقي والمحامي والنائب السابق لرئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي والمساوي العجلوي الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط. المجلس الوطني الانتقالي اعتبر أن الإعلان عن تأسيس مجلس إقليم برقة خروجا عن الشرعية، وأن هذا الإعلان لا يمثل المنطقة الشرقية التي قال أن سكانها وأهلها تظاهروا في مدن بنغازي والبيضة ودرنة والكفرة والطبرق للاحتجاج ضد الفيدرالية والتقسيم. قبل أن نتطرق إلى هذا المحور لنستمع إلى السيد عبد الرزاق سرقن من إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب التنفيذي للحكومة الليبية في مقتطف من ضيف المسائية بتاريخ 6 مارس الماضي. المسألة من المفترض أن تكون مسألة وقت، وتتم المطالبة باللا مركزية وليس بالفيدرالية، لأن الفيدرالية خطأ المطالبة بها في دولة موحدة. الفيدرالية تأتي في دويلات، لكن أن تكون فيدرالية لدولة موحدة تشتت وتقسم، يعني لا أدري هل هذا هو مشروع جزء من مشروع تجزئة المجزأ، وخصوصا استدعاء أطراف سياسية وأوروبية، هذا يعتبر نوع من الاستعداء على الدولة. والمفترض أنه الأشياء هذه تتم بتوافق وطني، حتى لو كل الليبيين وافقوا على أن تكون دولة فيدرالية لما يوافقوا عليها كل الليبيين لا بأس. حكومة مثقلة بالمهام، والحكومة فترتها وجيزة جدا، يعني الجانب الأمني في البلاد ونزع السلاح وإعداد لانتخابات وإعداد لمشروع دستور، كلها مسؤوليات تحتاج إلى خطط. بالتالي يجب أن نلتمس العذر للحكومة في تأخير بعض الأشياء، إنه والله في بعض الأشياء قد يتم فيها تأخير، ندفعها إلى التسريع بهذا وليس لإعلان فيدرالية من طرف أحادي. الآن مشروع الحكم المحلي وتسعى إلى أنه تكون هناك أقاليم أو محافظات أو غيرها، المهم اللامركزية، أن المواطن من الجنوب لا يكون محتاج للمجيء لمدينة طرابلس العاصمة لإنهاء إجراءات إدارية أو غيرها تتم في الجنوب، وفي المنطقة الشرقية تتم إجراءاتها في المنطقة الشرقية. هذه كلها تحتاج منا إلى تروي وعدم اتخاذ القرارات أو التصريحات التي تؤدي إلى الانشقاق الداخلي للدولة الليبية. ليس من المعقول كل مثلا مجموعة 2000 أو 3000 يعني يحترم رأيهم، لكنه لا ينفذ، ليس بالضروري تنفيذه، لأن كل من يريد أن يصرح في هذا الإطار يجب أن يأخذ في اعتباره أن أهالي برقة لا يجمعون على هذا الرأي. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمثل 2000 أو 3000 نفر برقة أو مدينة طرابلس أو المنطقة الغربية. عبد الحفيظ غوغا، ما هي خلفيات وأسباب الدعوة لهذه الفيدرالية أو الأقاليم؟ أنا أسميت هذا احتجاج عالي النبرة أو اللهجة من قبل من دعا إليه وقام به هذا التصرف. مع احترامنا للجميع وهم أناس وطنيون ولا نشكك أبدا في نواياهم، ولكن التوقيت قاتل.
كنت أتفهم أن تتم الدعوة إلى اعتماد النظام الفيدرالي إذا ما جاءت في مناقشات عامة أو في شكل وثيقة ترفع إلى الجهات العليا في الدولة حتى يتم مناقشتها على نطاق واسع، وقد يكون هذا خيار لا بأس لا ولا ضير ولا نغبط حق أحد في التفكير في ذلك. إما أن يأتي في ظروف الانتقال من الثورة إلى بناء الدولة وفي هذه الظروف البالغة التعقيد والدقة، فهذا لا يعني إلا المطالبة بالانفصال. هذا ما أفهمه أنا شخصيا، وهذا ما قلته عندما قلت عن رأيي في الدعوة إلى الفيدرالية. أعتقد أن السبب كان هو التهميش الذي عانت منه مدن الشرق الليبي طيلة حكم القذافي، هو هذا السبب الرئيسي، وإحساس الناس بأن هذا التهميش قد استمر مع الحكومة الانتقالية. عندما كانت بنغازي حاضنة الثورة وهي عاصمة الثورة، كانت كل السلطة تجمعت من مكتب تنفيذي من المجلس الوطني بكامل أعضائه، من الوفود الأجنبية، الممثلين للسفارات والموفدين الخاصين، إلى الإعلام. كانت بنغازي فعلا هي العاصمة الحقيقية للثورة. ثم فجأة غابت هذه السلطة وانتقلت إلى العاصمة طرابلس وأصبحت تباشر. اعتقدوا أن هذا امتداد للتهميش الذي عانوا منه، وهذا لن يكون في نظري. أنا من برقة، أنا تاريخيا أنا من بنغازي، وبنغازي تاريخيا تنتمي إلى أقليم برقة الذي يمتد من حدودنا مع مصر وحتى بن جواد غربا، ولا أقول بما قال به 3400 الذين اجتمعوا وقرروا. إذن ليس هناك شعور وما استفز الليبيين، حتى من كان يمكن أن يؤمن بأن الفيدرالية ممكن تكون الحل للقضاء على اللامركزية والتهميش، استفزوا أن يتم الإعلان عن المجلس ويتم تسمية هذا المجلس. نحن عانينا من الدكتاتورية، وهذا نوع من أنواع الدكتاتورية، أن تفرض علي مجلس وتسمي شخص رئيسا لهذا المجلس. أنا لا أقبل لا بالمجلس ولا بمن سمي بالمجلس، مع احترامي له ولنضاله ولتاريخه من سمي لهذا المجلس. هذا هو السبب، وأعتقد أن ذلك كان له نتائج إيجابية. دعنا نقول يعني هذه الدعوة للفيدرالية وبهذا الشكل العنيف الذي تم التعبير كان له أثار إيجابية، أنه خرج السيد رئيس الحكومة الانتقالية ليقول بأن اللامركزية لن تعود إلى ليبيا، وسيكون هناك توزيع عادل للثروات، وسيكون هناك إنشاء ديوان لرئاسة الوزراء في بنغازي، وبنغازي تعتبر عاصمة الشرق. هذه هي النتائج التي تم جنيتها. ونحن لن نسمح أيضا بأن تهمش المدن الليبية المختلفة. أنا لا أتحدث عن الشرق ولكن على كل المدن الليبية، الجنوب همش، الوسط همش، يعني كان التركيز على مدينة سرت وعلى طرابلس فعلى سبيل المثال اللي هي العاصمة، والعاصمة الثانية لدى القذافي اللي هي مدينة سرت مسقط رأس القذافي، أما باقي المدن آخر من سقط والمعقل الأخير له. نعم، ولن نقبل بتهميش، ولكن نحن ندعو ألا تكون هناك مركزية، أن نعود إلى نظام المحافظات على سبيل المثال، وأن مديريات في كل المدن الليبية، أن المواطن يستطيع أن يقضي جميع مصالحه في المدينة دون عناء الانتقال والسفر 1000 كيلومتر إلى العاصمة طرابلس. حتى هذه هي الفيدرالية، وأعتقد أن عبر الليبيون عن رفضهم لهذا النوع، لأن نحن دولة واحدة، وكان شعارنا منذ الأيام الأولى للثورة أن ليبيا وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية، وتمسكنا بطرابلس عاصمة، وطرابلس تمسكت ببنغازي معقل للثورة، وهكذا. هذه هي الروح التي حلت، وأعتقد حتى من نادى بالفيدرالية هو لا يخرج في نهاية المطاف عن هذا السياق العام. من حكومة محمود جبريل إلى حكومة عبد الرحيم الكيب الذي قال في وقت سابق أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة، وطلب الثور بالاندماج في الدولة وحماية الثورة ممن وصفهم بالمتسلطين. نتابع في البداية هذه القراءة في أداء المجلس الوطني الانتقالي وحكومة عبد الرحيم الكيب مع محمد عبد الملك المعارض السابق لنظام القذافي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان من مانشستر ببريطانيا. أعتقد أن الثورة حتى الآن حققت أكثر مما نصبوا إليه، وبالرغم من الانتقادات الكثيرة التي ممكن توجه للمجلس الوطني الانتقالي ولحكومة الأستاذ الكيب ولتصرف الثوار، بالرغم من هذه الانتقادات أنا أعتقد أن إنتاج الحصيلة في النهاية بكل هو إنتاج جيد، وأن الآن ليبيا الحقيقة تتجه بخطى ثابتة نحو دولة المؤسسات، وهذا ما نصبوا إليه. قد تكون الخطوات بطيئة شيئا ما، قد تعتريها بعض الأخطاء، لكن المحصلة في النهاية هي لصالح الشعب ولصالح الثورة إن شاء الله. بداية يعني الأمن مستتب داخل ليبيا وخاصة في المدن الرئيسية، يعني لو ابتعدنا عن المشاكل التي حصلت في بني وليد باعتبارها أن معقل من معاقل الحرس القديم وبعض القرى التي ما زالت متمسكة بالعهد المباد، لكن الأمن في المدن الرئيسية في طرابلس، في بنغازي، في مصراتة، في زاوية مستتب. رقم 2، الحياة المدنية العادية أيضا جيدة، في السوق مثلا كل البضائع التي يحتاجها المواطن الليبي متوفرة، الكهرباء لا تنقطع، المياه متوفرة، البترول والغاز والوسائل
الحياة مستتبة في البلاد. معنى هذا أن البنية التحتية للبلاد قائمة، وأن هناك يعني مؤشرات لنمو هذه الدولة، نمو طبيعي في هذه المناحي. يعني أكثر ما ننتقده الآن هو كيفية الوصول إلى الدولة التي نصب إليها، مسألة الديمقراطية، مسألة كلام حول إقصاء بعض الناس. هذه المشاكل هي التي نعاني منها، نعاني منها على المستوى السياسي أكثر منها على مستوى ما يحتاجه المواطن العادي داخل ليبيا.